أشار معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى إلى أن القمة الأمنية الإقليمية 17 حوار المنامة 2021 تلعب دورا إيجابيا في بناء المبادرات السياسية. نعم، بالإضافة إلى التشجيع على ممارسات الحوار والنقاش حول الموضوعات ذات الاهتمام الدولي المشترك، مؤكدا معاليه أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ستظل حاضنة وداعمة لكل المبادرات التي من شأنها إحلال السلام وتحقيق الاستقرار والتطور المنشود في العالم. أشاد معالي رئيس مجلس الشورى بنهج مملكة البحرين دائم في الدعوة إلى نشر وإحلال السلام والعمل المشترك مع الدول الأشقاء والأصدقاء لتحقيق كل ما هو خير للبلدان وشعوبها، مبينا أن احتضان المملكة للعام 17 على التوالي حوار المنامة يعد برهانا جليا للإيمان المطلق لدى القيادة الحكيمة حفظها الله بأهمية الحوار والتعاون، منوها بجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبحرص سموه على احتضان مملكة البحرين لهذا الحوار الدولي رفيع المستوى عاما بعد عام حتى خلال التحديات التي أحدثتها جائحة كورونا.